أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسطعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أخي المعز الكريم، هيا بنا نعيش ونستمتع مع آيات الله البينات التي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني، ألا وهو فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطريقي، قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، والمقيم بطاروت الزقازيق الشرقية. نقلناها لكم على إحدى حضراتنا الإذاعية بالصوت والدور. تطلق من محلاتكم الكبرى المعرض الفني للهندسة والديكور، إدارة المشروعات عزة الحاج طلعت الكبدي وأولاده بالكمالية، وأقيم سرادق هذا العزاء من أولى مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة، إدارة الحاج إبراهيم شخطاو وأولاده المكاذب الغنية سوف يشكو بنا ويسلب سرورنا ويسمعنا ما يحلو له ولنا مع القرآن فليتفضل مشكورا. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ
مولانا. النبي الله في فتوح نزل للسماء كده
النبي. يفتح عليك. وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء جميل. الله يفتح عليك. ثاني يا ابو الحاج. الله يقويك. الله يقويك. نعم يا سيدي. يا سيدنا. كذا الشيخ عبد الفتاح فتح الله عليك بالقرآن، ما تحرمناش من مد الستة، فتح الله عليك. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الله يزيدك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا دكتور.
يعلم ما بين أيديهم وما
ولا يحيطون به علما. وقد خاب من حمل ظلما. الله يفتح عليك يا دكتور. الله يفتح عليك يا رب. يا سيدي جميل. ما شاء الله. الله يفتح عليك يا رب. يا دكتور في قبول والله رباني.
تحرمش حبايبك. قرآن من أهل وسيدنا. الله يفتح عليك. قرآن من أهل والله يا سيدي. طول رب جدنا. الله يفتح عليك.
الله يفتح عليك يا سيدنا. نعم نعم يا حبيبي. يا رب. الله يفتح عليك. الله 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 الله.
الله يفتح عليك يا دكتور. اياك من قال في ذاته انا الله، كمن مر على ما على توسط البدن. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا عم. الله يفتح عليك يا دكتور. الله يقويك يا رب. يفتح حالك يا رب. قال ربي لما أجرتني أعمى وقد كنت بصيرا. نعم الله عليك. ونعم أداء القرآن. فتح الله عليه. من أهل وسيدنا صلى الله عليه وسلم. على إحدى الإذاعات المحلية للصبح فوق
تحت إدارة الباشمهندس عزت الحاج طلعت الدين هو والده المقيم الكمالية مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج هنيه شكتان وأولاده والمقيمين الجبلية. بيجي سلم على الدكتور وليس ايه الحلاوة دي اللهم صل على النبي ده احنا مشتاقين خالص. يا